وعن المشاركة المغربية في ملتقى محمد السادس لألعاب القوى نستمع لتصريحات عدد من الأبطال المغرب الذين خاضوا عددا من السباقات. الحمد لله أنا جيت سعيدة بهذا الفوز هذا وهذا التوقيت هذا جيد وهذا التوقيت شخصي لي هذه السنة في 800 متر. كانت من الجمهور المغربي يزيد يشجعنا والناس كيحبوا ألعاب القوى هما يزيدوا يشجعونا إن شاء الله تكون نتائج إيجابية أكثر. شكرا. الحمد لله بالنسبة لي أنني اليوم أنني حققت أحسن إنجاز لي هذه السنة دقيقة 59 وحلت الرتبة من ست الأوائل بالنسبة للملتقيات العالمية اللي كيتواجدوا في المراكز الأولى على الصعيد الدوري الماسي والعالمي في جميع الملتقيات اللي أنهم تنظمات قبل من اليوم ديال محمد السادس. وكانت المشاركة ديالي الحمد لله بالنسبة لي أنا أنه كانت في المستوى ولو كنت أنني كنت نحصل أحسن رتبة وكنت نحقق أحسن توقيت من هذا ولكن الحمد لله وإن شاء الله نكون أحسن في الملتقيات المقبلة ونحسن التوقيت ديالي إن شاء الله في آخر السنة نكون إن شاء الله أحسن. شكرا. والحمد لله أنا كان عندي طبعا أنني 90% أنا كنت نحس براسي موجود الحمد لله والحمد لله اليوم استطعت أنني نحطم الرقم القياسي ديالي الحمد لله. كان من الأول العام الأوبجيكتيف ديالي هو يا الألعاب البحر الأبيض المتوسط ونفوز بالملتقى تاع محمد السادس باش بأي وسيلة كانت. الحمد لله اليوم استطعت أنني نفوز به ونحطم الرقم القياسي ديالي في نفس الوقت. جدا نشكر والمنافسة كانت قوية. انتم عارفين الوزن تاع العدائين معنا شامبيون اولمبيك 2016 الامريكي معنا سليمان جيبوتي معنا اسماء قوية والحمد لله استطعت انني نجري السباق ان شاء الله واستطعت الفوز في الاخير في الامطار الاخيرة كما شفتوا. شكرا.